بسم الله الرحمن الرحيم. الفحص مالتنا هاليوم سايكرو إلياك جوين، التمفصل الموجود. المين بوزيشن مالتنا، الوضعية الرئيسية، هي بوستيرير انتيرير بوزيشن. هسه راح نجي عليها. البوزيشن مالتنا راح يكون بوستيرير انتيرير بوزيشن. البيشنت راح ينام برون، نستعمل لها من البكي. ما دام قاعد نستعمل البكي، اذا ميدل لاين in the body on the center line of the table. هنا راح يصير عندي level 2 inch below the iliac crest، بمستوى 2 inch اسفل iliac crest راح يطلع لنا طبعا البوس كل الزين. then direct on the center on the level 2 inch below the iliac crest. اذا لو باوعناها هنا راح يطلع لنا الصورة، هذا هو sacro iliac joint. هذه الوضعية، من أبوع هذه الوضعية وأبوع هذه الوضعية، هذه الوضعية بين anterior posterior، بس هي هذه الوضعية الأصح اللي هي posterior anterior. الوضعية الادشن اللي أريد أخذها للسايكرو إلياك جوين، أخذ له هو anterior posterior oblique. زين، شنو هذا anterior posterior oblique بالنسبة لل سايكرو إلياك جوين؟ نجي عليها. البوزيشن مالتها anterior posterior oblique، نستعمل طبعا البكي. هنا ننتبه لفت شغلة، الجزء اللي نريد نفحصه the side bank examination راح نرفعه، نقدر نرفعه 20 إلى 25 degrees، ويوضع على center line of the table. both leg touch بوت اكستندد، اثنيناتهم الرجلية الموضوعات يكون الممدودات. وذا اوبوسيتي نسوي بي افليكست، افليكست من ناحية النيجان والهيب جوين، ونسوي همين حتى يكون مسيطر. بلانت فوت اون ذا تيبل، تكون البطن مات القدم يكون ملاصق حتى يكون هو مرتاح. ليفل هنا همين بمستوى 2 انج بلو ذا اليك كريست سنتر مالتي، تيوب مالتي دايركت اون ذا سنتر. ناخذ للبوث سايد، ناخذ للجيتين، بوث سايد شول بي تيكينج فور كومبوزيشن. اذا هذه الوضعيه مالتي راح تكون شنو هي انتيرير بوستيرير، ويكون بها اوبليك، والاوبليك مالتي مثل ما قلنا من 20 ل 25 درجه. السايد بينج زايمينيشن، السايد المطلوب فحصه انه يكون هو المرفوع لفوق، ويكون وين؟ على الخط المنصف للمنضدة، على الخط المنصف للمنضدة، على المنضدة. والتيوب والسنتر مالت راح يكون 2 انج بلو ذا إليك كريست، والتيوب مالت راح يكون بيربنديكولار اون ذا 2 انج بلو إليك كريست. وشكرا.